الوهابية في عداوة بينهم وبين الرسول. ليه؟ لأنه هم يقولون هو بدأنا العداوة. عم يحكوا عن الرسول. مرة واحد من إخواننا كان بالمدينة قال له لواحد من الوهابية، قال له شو هذا الاحتفال بمولد حرام، مدح الرسول حرام على زعمكم، زيارة قبر النبي حرام على زعمكم، توسل برسول الله حرام على زعمكم، التبرك برسول الله حرام على زعمكم، فما هذا الحقد على رسول الله؟ فإيش قال له هذاك الوهابي؟ قال هو بدأنا العداوة. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. ليش هن بيظنوا أنه النبي محمد بدأهم العداوة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك بشامنا ويمننا، فالصحابة شو قالوا له؟ وفي نجدنا يا رسول الله. ما حدا يضحك عليكم أنه نجد العراق هول الشيعة. هلأ الوهابي بيقولوا لا هول الشيعة. لك أي شيعة؟ عم قال لك الصحابة هن اللي عم بيقولوا له للرسول عليه الصلاة والسلام وفي نجدنا يا رسول الله. فرجع عاد النبي اللهم بارك بشامنا ويمننا، رجعوا قالوا له وفي نجدنا يا رسول الله، رجع عاد اللهم بارك بشامنا ويمننا، رجعوا قالوا له وفي نجدنا يا رسول الله. قال من هناك الزلازل والفتن، من هناك يطلع قرن الشيطان، من هناك يخرج ايش؟ قرن الشيطان، اي قوة الشيطان تخرج من نجد. ومن خرج من نجد بالزمان؟ مسيلمة الكذاب. ومين كمان خرج من بعد مسيلمة الكذاب؟ محمد ابن عبد الوهاب مؤسس الحركة الوهاب.